بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة العاشرة من مقرر الـ EWS Cloud Security Foundations واللي بعنوان Responding to and Managing an Incident. هنشوف في المحاضرة دي توبيك من اهم التوبكس عندنا في السكيورتي، وهو الانسيدنت ريسبونس او الاي ار. وده بالفعل بيبقى فيه يعني تيم عندنا في المؤسسه او في المنظمه اللي احنا فيها بيبقى مسؤوليه كامله على كيفيه عمل هاندلنج للانسيدنت. بنسميه Incident Response Team، بعض البندرز بيسموه Incident Handling and Response، البعض الآخر بيسميه IR Team. هنا هنشوف بقى EWS بتقدم لنا بعض السيرفيسز اللي بتساعدنا ان احنا نرسبوند، ان احنا نمانج الانسيدنت. فبداية هن identify ال incident، هنقول ال incident بالظبط عبارة عن ايه. بعد كده هنبدأ او incident response، كمان هنبدأ نراجع مع بعض او نتكلم عن ال EWS services اللي بتسبورت ال discovery وال recognition phase، على اعتبار ان دي phase 1 من ال incident response. ال services اللي بتسبورت ال resolution وال recovery phase، على اعتبار ان دي phase 2 من ال incident response. بعد كده عندي شريحة بنقول فيها ايه هي ال best practices for handling an incident. عندنا activity على المحاضرة دي بعنوان remediating an incident by using EWS config و lambda، احد ال السيرفيسز سواء الاي دبليو اس او اللامدا اللي ان شاء الله هنتكلم عليها خلال المحاضره. Identifying an incident. طبعا يا جماعه علشان نفهم دور الاي ار تيم، تمام، او يعني مين التيم او مين فريق العمل المسؤول عن الانسيدنت ريسبونس، تمام، تعالوا نفهم مع بعض كده ببساطه الاركتكتشر او الهيرارشي الخاص بالسوك في اي نتورك. احنا لو فهمنا ده هنرفلكت الكلام اللي هقوله دلوقتي حالا على السيرفيسز المقدمه من اي دبليو اس بخصوص الانسيدنت ريسبونس. في اي منظمه يا جماعه، في اي مؤسسه، تمام، بصوره كبيره جدا بيبقى محتاجين يعني تيم كبير مقسم الى اكثر من انترنال تيم بنسميه سوك. وده في الحقيقه يعني ممكن يرقى ان هو ممكن يكون سنتر كامل عندك في المؤسسه، على حسب طبعا حجم المؤسسه الخاصه بحضرتك. السوك ده ستاندز فور سكيورتي اوبريشن سنتر، تمام، اتفقنا. بفكرك، هو انا بقول لك السوك ليه؟ عشان اقول لك دور الانسيدنت ريسبونس تيم او الاي ار تيم، ومنها تقدر تفهم ايه هو الانسيدنت ويعني انسيدنت ريسبونس وايه هي الفيزز بتاعته، تمام، وبالتالي هتلاقي الموضوع سهل جدا في الفهم بالنسبه لحضرتك. واحد من اكبر الانستيتيوتس المهتمه بالسكيورتي في العالم اللي هو سانز انستيتيوت، عمل بروبوز للاركتكتشر الخاص بالسوك. قال لك والله السوك ده هتلاقيه متكون من مجموعه من اللايرز، مجموعه من الطبقات، تمام، اكشن بيبقى 3 لايرز 3 تير، تمام. كل تير من دول بيبقى عنده تيم، فريق عمل، خلاص، ويرأسهم شخص بنسميه السوك مانجر.
تمام. طيب ايه هي اللايرز اللي بتكون لي السوك ده؟ عباره عن ايه اللايرز دي؟ اول لير او اول تير دي بنسميها تير 1، ده تيم بنسميه سوك اناليست او اليرت اناليست. هو تمام. طيب التير الثانية incident response، ايه ده؟ ده نفس التوبيك اللي احنا هنتكلم عليه بقى في المحاضرة دي بالفعل. هو ده التيم حضرتك اللي مسؤول ان هو يهندل الانسيدنت في النتورك عندك، تمام. التير الثالث ده بنسميه threat hunter او ال SME، دول الناس اللي هم subject matter expert، دول اللي هم بيبقوا خبراء في specific fields، تمام، في مجالات بعينها، مجالات محددة، مجالات معينة، وطبعا بيبقى يعني اكتر ناس عندهم طبعا experience او عندهم خبرة. يبقى علشان حضرتك تفهم الاركتكتشر بيتم ازاي، التيم اللي هو في تير 1 ده وقلنا حجمه بيبقى على حسب حجم النتورك الخاصه بحضرتك او حجم الاورجنايزيشن او حجم التعاملات، تمام، هو اللي بيعمل عمليه المونيتورنج، تمام. وبالتالي لو اي اكشن حصل عندك في النتورك بيتبعت على هيئه اليرت للناس دي، التيم ده، تمام. ومن ثم التيم ده يقدر يقول اذا كان بالفعل الاليرت ده بيريفير لانسيدنت ولا لا، تمام. طب لو بيريفير لانسيدنت هيجي دور بقى هذا التيم، هيسكليت لهذا التيم، هيعمل ايه؟ هيفتح تذكره، تمام، هيفتح تيكت مع هذا التيم، لو سمحت تيم الاي ار، تيم الانسيدنت ريسبونس، يتدخل ويبدا يتعامل مع الانسيدنت ده، تمام. وبالتالي التيم ده بيبقى عنده اكسبيرينس، بيبقى عنده خبره اكبر بشويه من التيم اللي هو في تير 1 اللي هو سوك اناليست، نعم، تمام، لان هو ده اللي هيرسبوند للانسيدنت، هو ده اللي هيتعامل مع الانسيدنت، هو ده اللي هيتعامل مع الاتاك، خلاص. يبقى مين اللي بيمونيتور واسكليت او يبلغ الانسيدنت ريسبونس؟ التيم اللي هو بنسميه سوك اناليست او اليرت اناليست او تير 1 سوك اناليست. ده كله صح، ده كله مسميات صحيحه لهذا فريق العمل. طيب علشان نفهم الصوره اكتر، طيب هل يا ترى فيه اي تولز او تكنولوجيز السوك اناليست ده بيستخدمها بحيث ان هو يتلقى عليها كل الالارمز، تمام، ومن عمليه الاناليسز اللي هيعملها يقدر يحكم على هذا الالارم اذا كان انسيدنت ولا لا؟ نعم، تمام. وبالتالي هتلاقي التيم ده بيمونيتور من خلال تو سولوشنز، تو تكنولوجيز، تمام، واحد اسمه سيم سولوشن، والآخر اسمه سول. SIEM stands for Security Information Event Management. SOAR stands for Security Orchestration Automation and Response. تمام؟ وهنحط تحت Response دي خط لحد ما هتيجي حاجة في المحاضرة افكرك بالدور المهم جدا اللي ممكن تقوم بيه السور، التول اللي اسمها سور او التكنولوجي اللي اسمها سور دي، خلاص. يبقى انا كده فهمت الاركتكتشر او البروسيس بتتم ازاي. عندي مجموعه من السكيورتي اناليستس،
بتمونيتور على كل الترافيك اللي عندي في النتورك من خلال السيمور تكنولوجيز، بتبدا تعمل ايفالويت للاليرتس اللي جايه. تمام؟ وده في الحقيقه يا جماعه الايفالويشن ده بيبقى 1 من 4. تمام؟ ترو بوزيتيف، ترو نيجاتيف، فولس بوزيتيف، فولس نيجاتيف. تمام؟ ترو بوزيتيف، طبعا كلمة بوزيتيف دي يا جماعة ده تقييم الاليرت نفسه اللي المفروض الاليرت اناليست هيعمله. كلمة بوزيتيف نفس كلمة بوزيتيف دي بتريفير بالفعل ان التيم ده استقبل اليرت، استقبل الارم. وترو الالارم ده صحيح، يعني ترو بوزيتيف ده بيرفير ان الترافيك دي بالفعل او الاليرت ده صحيح، وده بالفعل اتاك او انسيدنت، ولازم نإسكليت للتيم اللي هو الانسيدنت ريسبونس تيم اور الاي ار تيم علشان يهندل الانسيدنت. تمام؟ ترو نيجاتيف، نيجاتيف دي بتعني ان مفيش اي اليرت وصل، وده ترو. تمام؟ مما يدل على ان دي نورمال ترافيك، ما انا اكيد مش هنالرت او هنبعت الار على نورمال ترافيك. فولس بوزيتيف، بوزيتيف حضرتك لسه قايل لي من شويه ان بوزيتيف ده معنى كده ان احنا استقبلنا الارم، بس الالارم ده فولس، معنى كده ان دي برضه نورمال ترافيك مش اتاك. ايه ده؟ يعني وارد بعض العمليات اللي بتتعمل تمام تتشاف على انها انسيدنت، تتشاف على انها اتاك وهي في الحقيقه ليست اتاك. نعم تمام، وهنشير طبعا للكلام ده حالا في الايه المحاضره، علشان كده عملنا المقدمه دي. ده بنسميه ايه؟ بنسميه فولس بوزيتيف الارم، فولس بوزيتيف اليرت. تمام؟ وفي الحقيقه في الحاله دي ممكن بقى التيم برضو اللي هو خاص بالسوك اناليست او الاليرت اناليست ينوتيفاي التيم المسؤول عن عمليه الفاين تيوننج للالارمز، بحيث ان هو يعدل الرول اللي تسببت في ارسال هذا الالارم. فولس نيجاتيف، ودي هتبقى المشكله الكبيره. ليه؟ لان نيجاتيف معناها ان مفيش اي الارم اتبعت، والكلام ده فولس ده معناه ان ده undetected attack or undetected incident، يعني الانسيدنت دي مفيش اي ديفايس عمل لها ديتكت وبعت الارم او بعت انذار للتيم اللي بيمونيتور على هذا الاتاك او هذا الانسيدنت، وبناء عليه عاده الاتاك بينجح. وبنعرف طبعا ان فيه اتاك بعد كده من الاي او سيز او من الانديكيتورز اوف كومبرومايز. من المقدمة دي فهمنا ايه دور الانسيدنت ريسبونس تيم، فهمنا يعني ايه انسيدنت، فهمنا ان مش كل الاكتيفيتيز اللي بتبقى موجوده عندك في في في, في النتورك، الاكتيفيتيز اللي هي الغريبه مش كلها بتبقى اتاكس، مش كلها بتبقى انسيدنتس. وارد تكون طبعا اي حد بيعمل اكشن معين يبان ان هو انسيدنت او اتاك وهو في الحقيقه مش انسيدنت ولا حاجه. تمام؟ وعرفنا كمان دور الاي ار تيم، وده اللي يهمنا في المحاضره. Identifying an incident. Incident recognition and response. عبارة عن إيه الـ incident recognition and response؟ عبارة عن مجموعة من الـ information security policies و procedures that you can use to identify و contain و eliminate الـ cyber attack. علشان كده يا جماعة بيكون عندي حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها incident response plan. في خطة، في بلان بتتعمل بحيث ان احنا نقول والله
لو بالفعل حصل على الاورجنايزيشن او المؤسسه بتاعتي انسيدنت، اوكي اتصرف ازاي؟ ده بيبقى بيزد طبعا على الخطه الموضوعه في هذه الحاله. ده بيتيح للاورجنايزيشن او المنظمه او المؤسسه الخاصه بحضرتك ان هي تديتكت لو فيه اي انسيدنت او اي اتاك بيحصل عليك وتوقفه، تمام؟ وبالتالي بتعمل حضرتك مينيمايز للدامج، تمام؟ بحيث ان الاتاك ده او الانسيدنت دي ما تاثرش بصوره كبيره على الريسورسز اللي عندك، تمام؟ في نفس الوقت تمنع الفيوتشر اتاكس. Recognizing incidents. ده اللي قلناه في مقدمة المحاضرة، اللي هو not all events are incidents in need of immediate remedy. اتفقنا ان مش كل الايفنتس اللي بتحصل incidents، بدليل الفولس بوزيتيف اللي لسه قايل لك عليه، اللي المفروض ده بيبقى يعني بيهيفير عادي، والتوبولوجي او التكنولوجي تشوف ان ده اتاك وهو في الحقيقه مش اتاك ولا حاجه. وجايب لي هنا مجموعه من الامثله تتمثل فيه على سبيل المثال، مثلا عمليه لوجينج ان فروم ا ريموت لوكيشن، وارد حد مثلا بره المؤسسة في أي دولة تانية وبيحاول يلوجن على المؤسسة بحيث إن هو يعني ينفذ مجموعة من الأعمال أو ما شابه، تبان إن حد بيحاول يأتاك أو يدخل عندك في النتورك. Failing hard drive that is still fully operational، لو حضرتك تركت الهارد درايف مثلا وليكن درايف السي اللي هو انستولد عليه الاوبريتنج سيستم، تمام؟ بقى فولي بقى يعني اكتمل الى اخره، وبالتالي ما بقاش يعني لا يستطيع ان هو يعمل بكفاءه، تمام؟ او لا يعمل بالمره، وبالتالي ده مش اتاك ولا حاجه، ده انت حضرتك عندك مشكله على الهارد درايف بتاعك. احد الموظفين بيحاول ياكسس ريسورسز اول مره ياكسسها، تمام؟ وارد ان هي تبان لك على ان هو انسدنت، لكن مش انسدنت ولا حاجه، ده اول مره بس الموظف ده يأكسس الحاجة دي أو يأكسس الأوبجكت ده. يبقى اتفقنا إن بعض الأحداث، تمام، البيهيفير أو السلوك الخاص بيها يبان إن هي إنسيدنت وهي في الحقيقة ليست إنسيدنت وليست أتاك بالمرة. ده طبعا تحدده منين؟ من الانفستيجيشن والاناليسز اللي احنا بنعمله بعد كده للانسيدنت ده او للاتاك ده. زي ما اتفقنا عندنا تو فيزز للانسيدنت ريسبونس. اول فيز اسمها ديسكفري اند ريكوجنيشن. ديسكفري اند ريكوجنيشن في الفيز دي واضح ان احنا هنكتشف ان فيه اتاك، هنعمل incident identification، هنعمل identify ان بالفعل فيه اتاك، logging، وكمان categorization يا ترى الاتاك ده يقع تحت انهي category بالظبط. وبالتالي هيحصل incident notification and escalation. فاكر بقى مين اللي بيقوم بالدور ده واللي احنا قلناه في مقدمة المحاضرة؟ طبعا عاوز اقول لحضراتكم على حاجة، وارد ان المؤسسة او المنظمة عند حضرتك ما يكونش فيها سك، وارد جدا، وبالتالي بيكون عندك تيم هو اللي بيقوم بكل الادوار اللي انا شرحتها. يعني ايه؟ يعني التيم ده هو اللي بيمونيتور، ونفس التيم هو اللي بيعمل incident response، ونفس التيم هو فيه ناس منهم بيأكتوا از ام اس ايز او ناس سكيورتي ماتر اكسبرتس اور خبراء في السكيورتي في بعض المجالات المتخصصه. وارد، طبعا وارد، تمام. وغالبا المؤسسه دي مش بيبقوا
يعني بنين سوك بمفهومه زي ما شرحته، وفاصلين ومستخدم تكنولوجيز وحاجات زي كده، قد ما هو بيبقى عنده تيم واحد، والتيم ده بيقوم بكل الادوار. علشان كده جايب لك الانسيدنت نوتيفيكيشن اند اسكيليشن في الفيز الاولى من الديسكفري اند ريكوجنيشن من الانسيدنت ريسبونس بلان. تمام. في نفس الخطه دي، في نفس الفيز دي، في انفستيجيشن اند دايجنوستكس. يبقى في الفيز الاولى اللي هي الديسكفري اند ريكوجنيشن، تاكدنا بالفعل ان في اتاك، عملنا له ايدنتيفيكيشن، عملنا له كاتيجورايزيشن، تمام، عملنا نوتيفيكيشن واسكيليشن ان بالفعل في اتاك، وبدانا انفستيجيت وكمان نعمل دايجنوستكس للاتاك ده. الفيز الثانية يا جماعه اللي هي ريزولوشن اند ريكفري، وهنا بقى هيدخل دور الفرنزيك تيم، لان اول حاجه جايبها لي فرنزيك ايزوليشن. ايه حضرتك الفرنزيك تيم، او ايه هو العلم الديجيتال فرنزيكس عندنا في السكيورتي؟ الديجيتال فرنزيكس ده هو التحليل الجنائي الرقمي. تمام. يعني ايه؟ يعني ببساطة جدا حضرتك لو تتخيل ان لو حصلت اي جريمة في يعني حياتنا اليومية، بيجي فريق من الادلة الجنائية بحيث ان هو يدخل مسرح الجريمة وينظر بقى يعني كيفية الجريمة دي اتعملت ازاي، ويحاول يخرج بادلة كافية تدين الشخص، تمام، او الجهه المسؤوله عن الجريمه دي. نفس الكلام عندنا هنا في السكيورتي يا جماعه. تمام. الديجيتال فرنزيك تيم وارد ان هو قبل، مش وارد، ده اللي بيحصل بالفعل لو كان موجود في المؤسسه، قبل ما الانسيدنت ريسبونس تيم يحاول يريكفر ويريستور السيستم بتاعك او السيرفر بتاعك بحيث ان هو يرجع الى حالته الطبيعيه، التيم ده بيتدخل ويبدأ يخرج ايفيدنس بنسميه ديجيتال ايفيدنس، دليل زي ما قلت لك يدين به شخص او مؤسسه او جهه هي التي قامت بهذا الاتاك او هي المتسببه في هذا الانسيدنت. في الفرنزيك ايزوليشن طبعا لو سوفت وير، وارد ان احنا عادي جدا نعمل ريبروديوسنج للباج مره اخرى، ستيج افكس، ريبروديوس الايشو وابلاي الفيكس والتيست. بس خلي بالك اتفقنا ان احنا ده بيتم بعد ما التيم ده ياخد كل اللي هو عاوزه، ياخد الداتا اللي هو عاوزها كلها علشان يبدا يعمل اناليسيس بتاعه على جنب، ويطلع الديجيتال ايفيدنس اللي هو عاوزه، ويعمل الريبورت بتاعه او التقرير الخاص بيه، ويسيب بقى التيم اللي هو الانسيدنت ريسبونس تيم يكمل عمليه الريكفري، يكمل عمليه الفاكس، يكمل عمليه الريستور بحيث يرجع السيستم تاني يزبل وكل حاجه ترجع زي ما كانت بالظبط، مش كده وبس. وبعد ما يعمل كده يتست كمان ان بالفعل السيرفر ده او الجهاز ده رجع بنفس الكفاءه اللي كان عليها قبل الاتاك او قبل الانسيدنت. في ديبلويد فاكس بيبدا الانسيدنت ريسبونس تيم يبوش اي نيو انفراستراكشر از كود هو عاوزها، وارد ان هو يبوش اني او ينستول اي نيو ابلكيشن كود تو برودكشن، طبعا على حسب ما يتراه هذا الفريق، تمام، وما يحتاجه السيستم او السيرفر او النتورك بحيث ان هو يعمل لها ريستور او يعمل لها ريكفري. مجرد ما ده يتم خلاص انسيدنت كلوجر، انا خلاص كده خلصت، عملنا ريزولف للايه، عملنا ريزولف للانسيدنت. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كل ما كان الاوبريشن ده او البلان ده يتم تنفيذها بسرعه جدا، كل ما كان ده هيبقى احسن في عمليه الايه، الريكفري. علشان كده بيجيب لي نوت مهمه جدا، بيقول لي ان لو حضرتك حاولت اوتوميت these processes wherever possible
وترن جيم دايز ان تشينجينج اور سيف انفايرمنت تو فاين تيون يور كوربريت وايد انسيدنت ريسبونس بروسيس، ده هيكون احسن. ليه؟ ده رغم ده كله يقول لك وارد ان هو يكون حركه البني ادم نفسه الانسان نفسه يكون فيها بطء، فيا سلام لو في اوتوميشن في العمليه. هو ده اللي لو تفتكر قلت لك عليه في اول المحاضره اللي بيقوم بيه السور. مش احنا اتفقنا ان السور ده كان ستاندس فور سيكيورتي اوركستريشن اوتوميشن اند ريسبونس، تمام؟ وبالتالي التكنولوجي دي هيكون فيها الريكومنديشن اللي هو قايله لي هنا، ان يكون الموضوع فيه عمليه اوتوميشن بحيث تسرع الريسبونس، تمام؟ بحيث ان الاتاك اولا ما يعني ما يتوغلش عندك في النتورك، بالاضافه الى يكون فيه كمان اوتوميشن لعمليه الريكفري بحيث ان احنا نريكفر او نرستور بسرعه جدا. هنبدأ بقى نتعرف على مجموعة السيرفيسز اللي هي بتقدمها لي اي دبليو اس، تمام؟ واللي المفترض ان هي بتسبورت التو فيزز اللي احنا محتاجينهم في الانسيدنت ريسبونس اللي احنا المفروض بنعمل له مانج وبن ايه بنرسبوند ليه. اول مجموعه من السيرفيسز تخص طبعا الفيز الاولى اللي هي الديسكفري والريكوجنيشن فيز. مجموعة السيرفيسز دي متمثلة في الـ AWS Trusted Advisor، Amazon Cloud Watch، Amazon Inspector، Amazon Guard Duty، AWS Shield و AWS Config. هنبدأ نشوف مع بعض سيرفيس من السيرفيسز دي. أول حاجة AWS Trusted Advisor. الـ AWS Trusted Advisor هي ببساطة جدا يا جماعة مجموعة من الـ Best Practices learned from serving hundreds of thousands of AWS customers. يعني دي مجموعة من الـ best practices AWS اتعلمتها أو شافتها أو لاحظتها أو سجلتها من التعامل مع customers كتيرة جدا، وبالتالي بناء على التعامل مع ملايين الـ customers أنا أقدر أقول لك إيه أحسن حاجة في الحالة أو في الكيس الخاصة بحضرتك دي. السيرفيس بنسميها إيه؟ Trusted Advisor، ده بيسموه الناصح الأمين يعني الخاص بـ AWS. وبالتالي السيرفيس دي ببساطة جدا بتبدأ تانسبكت أو بتفحص الـ AWS Environment، تمام؟ بعد كده بتبدأ تقدم لحضرتك Recommendations، تمام؟ بحيث إن حضرتك من خلال الـ Recommendations دي تمبروف البرفورمانس اولا، ثانيا تكلوز اي سكيورتي جابس عندك على الانفايرمنت او عندك على الريسورسز الخاصه بحضرتك. امازون كلاود ووتش، وواضح جدا من اسم السيرفيس دي ان احنا بنستخدمها فور مونيتورنج كلاود ووتش، وبالتالي دي مونيتورنج سولوشن، تمام؟ ايه ده مونيتورنج؟ يعني نفس الدور اللي كان هيقوم بيه الراجل اللي هو السوك اناليست تير 1 في الهيرارشي او في الاركتشر بتاع السوك. نعم، تمام. ما احنا بنتكلم بقى على مستوى كلاود، بفكرك دايما ان احنا بنتكلم على اي دبليو اس، بنتكلم على امازون، بنتكلم على كلاود، وبالتالي السيرفيس دي تمام هتعمل لحضرتك ريلايبل وسكالابل وفليكسبل مونيتورنج، تمام؟ بحيث ان حضرتك تقدر تستارت السيرفيس دي، تمام؟ يوزنج وذ مانتس عشان تقدر تستخدمها، وبالتالي اوتوماتيكالي ديسبلايز الماتريكس، تمام؟ اباوت افري اي دبليو اس سيرفيس حضرتك بتستخدمها، وبالتالي يبقى اول ذا تايم حضرتك عارف ايه اللي بيحصل بالظبط عندك
على مستوى الريسورسز او السيرفيسز اللي هي ديبلويد على الكلاود. كمان عندها القدره ان تكريت الارمز، تمام، ذات ووتش الماتريكس اند سيند نوتيفيكيشن، ما هو بيزد على المونيتورنج اللي هتعمله. لو حصل بقى اي اختلافات، اي اكشن، حضرتك بيتبعت لك الارم، بيتبعت لك نوتيفيكيشن ان في حاجه معينه حصل. علشان تتخيل مثلا الوضع، لو حضرتك مثلا سي مشغل مثلا الكلاود ووتش وحضرتك بتمونيتور على مثلا اي سي 2، تمام، سي بي يو مثلا، والله انا عاوز بمجرد ما السي بي يو يوسج الخاص بالاي سي 2 هاي او بالسيرفر اللي انا بستخدمه دي تصل ل 85%، ابعت لي لو سمحت نوتيفيكيشن او ابعت لي اليرت او قول لي ان دي بالفعل وصلت 85%. ده مش كده وبس، ده انا ممكن اتريجر حاجه ثانيه، ممكن ده يخليني اتريجر مثلا الاوتو سكيلنج، مثلا ارن انذر انستنس، ارن انذر سيرفر، تمام. ده جاي منين؟ من عمليه المونيتورنج اللي تم من خلال الكلاود ووتش. امازون انسبكتور، الامازون انسبكتور ده السيرفيس دي هي اللي من خلالها بنحاول نعمل vulnerability management or vulnerability assessment. ده السيرفيس اللي all the time بتحاول تشوف لو فيه اي ثغرات، تمام، عند حضرتك في الورك لود بتاعك، في الريسورسز بتاعتك، في السيرفيس اللي انت بتقدمها ولا لا، تمام، طبعا من خلال الريسورسز اللي انت مستخدمها يعني. اوكي، وبالتالي دي في غايه الاهميه. ليه؟ لان وارد يكون فيه ثغرات، وارد يكون فيه فانرابيلتيز، تمام. ما هو الاتاك بيحصل منين؟ من وجود ثغرات. قدر الاتاكر يستغل وجود الثغرات يعملها اكسبلويت، خلاص نجح في الاتاك بتاعه، تمام. يبقى السيرفيس دي هي اللي بتحاول تسكان هل فيه عند حضرتك اي ثغرات في الورك لود بتاعك ولا لا، تمام. وبالتالي الكلام ده بيحصل، خلي بالك، اوتوماتيكالي. افتكر دايما عمليه الاوتوميشن اللي احنا اشرنا ليها، اوتوماتيكالي ديسكفر وسكان مثلا الاي سي 2 انستنس، وكمان الكونتينر ايمجز. لو حضرتك مستخدم السيرفيس بتاع الاي سي ار ومستخدم كونتينر، اول ذا تايم بتحاول تكتشف وبتسكان الـ 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 سواء الايمجز الخاصه بالكونتينر او الاي سي 2، تمام، سيرفرز بقى او الفيرتشوال ماشينز اللي انت بتستخدمها، لو عليها اي فولنربيليتيز ولا لا، تمام. طبعا بعد ما تعمل السكان الجميل بتاعها ده بتبدا تكريت فايندينج، بتشوف بقى لو لقيت اي حاجه بتبدا تقول لحضرتك فيه كذا وكذا وكذا وكذا. بمجرد ما تديسكفر اي فولنربيليتيز او اي نتورك ايشو، بتلاقي حضرتك فايندينج، بحيث ان حضرتك تتعامل مباشره مع الفايندينج دي يعني اللي المفروض الامازون انسبكتور وجدتها. امازون جارد ديوتي، طبعا كنت اشرت قبل كده ان نظرا لكثره السيرفيسز المقدمه من اي دبليو اس، و علشان نتجنب ان يحصل اي كونفيوزنج ما بين سيرفيس وسيرفيس، حاول تفهم وظيفه السيرفيس، تمام، او تعرف وظيفه السيرفيس من اسمها، حاول على قدر المستطاع بحيث ان تسهل على حضرتك معرفه السيرفيسز المقدمه من اي دبليو اس. وبالتالي لما نقول جارد ديوتي، دي برضو سيرفيس تعمل ايه؟ دي بتعمل سكيورتي مونيتورنج سيرفيس، تمام. خلي بالك بقى، لما حد يقول لي الله، طب ما الكلاود ووتش بتعمل مونيتورنج، هو ده اللي انا عاوزك تاخد بالك منه. الجارد ديوتي دي بتايدنتيفاي الانكسبكتد والبوتنشال ان اوثرايزد او مليشيس اكتيفيتي. دي حضرتك بتمونيتور على المليشيس اكتيفيتيز، تمام، وبتبدا تعمل لك نوتيفيكيشن ان في حاجه، في اكتيفيتي مليشيس بتحصل.
سواء بقى هو ان اوثورايزد اكسس، سواء هو مثلا مليشيس اي بي ادرس، مليشيس دومين، على حسب طبعا الاكتيفيتي نفسها. السيرفيس دي يا جماعه بتستخدم الثريت انتليجنس فيد، تمام، زي مثلا الليست اوف مليشيس اي بي ادريسز، ليست اوف مليشيس مثلا دومينز، الماشين ليرنينج، بحيث ان هي ايدنتيفاي unexpected and potential unauthorized and malicious activity في الـ AWS environment الخاصة بحضرتك، تمام؟ وبالتالي لو تتخيل معايا على سبيل المثال الـ service دي ممكن تديتكت ان EC2 هاي عند حضرتك، EC2 اتفقنا اللي هي الـ server virtual machine، تمام؟ بيكومينيكيت مع malicious domain او malicious IP address، علشان هو عنده معرفة بال malicious IPs و malicious domains هيدتكت الكلام ده ببساطة جدا. خلاص هيدتكت ان مثلا EC2 عند حضرتك حصل لها كومبرومايز ودلوقتي يعني نزل عليها مالوير، التاكر بيستخدمها في عملية المايننج مثلا البيتكوين، وهكذا على حسب طبعا الماليشيس اكتيفيتي اللي بتحصل. AWS Shield. AWS Shield دي يعني سيرفيس بتستخدم في ان هي تميتيجيت وتبروتكت اوتوماتيكالي من الديدوس اتاك او الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك. واحدة طبعا من اشهر السيرفيسز، ليه؟ لان هي في الحقيقة ديديكيتد لاتاك بعينه، تمام؟ وهذا يدل على مدى خطورة هذا الاتاك. تخيل يعني تصنيف والكاتيجوريزيشن وانواع الاتاكس كتيرة جدا اللي عندنا، تمام؟ من المستحيل يا جماعه ان احنا او السكيورتي فيندور يعملوا ديفايس او يعملوا جهاز لكل اتاك، مستحيل، تمام؟ كون ان فيه ديفايس بعينه اسمه مثلا انتي دودوس، او فيه سيرفيس بعينها مقدمه من 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 واحد من اكبر الكلاود بروفايدرز، ما كانش اكبرهم على الاطلاق، تمام، ده يدل على مدى خطورة هذا الاتاك اللي هو Distributed Denial of Service Attack. بالفعل الاتاك ده فيه هاردوير مخصوص تقدر حضرتك تشتريه وتعمله انستول عندك في النتورك بتاعتك، تمام، بحيث ان هو يديفند او يسكيور النتورك من الاتاك ده، تمام. وزي ما حضراتكم شايفين فيه سيرفيس مخصوص من AWS، تمام، بحيث ان هي اوتوماتيكالي تبروتكت النتورك الخاصة بحضرتك من هذا النوع من الاتاك. وبالتالي الـ AWS Shield بالفعل بتأوفرز AWS Shield Advanced، تمام، بتمانج الثريت بروتكشن او بتقدم بقى بتمانج الثريت بروتكشن سيرفيس، بحيث ان هي تمبروف او تحسن من عملية الديتكشن والميتيجيشن والريسبونس كمان للديدوس اتاك او الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك. طبعا لو قلنا الفرق ما بين الدوس والديدوس، الدوس يا جماعه بيبقى انيشيتد او دينايل اوف سيرفيس اتاك، والديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك الدوس ده بيبقى انيشيتد عاده من وان ديفايس، خلاص. الديدوس ده بيبقى انيشيتد من ديفايسز كتيره جدا، تمام، وارد ان هي تكون ملايين الديفايسز، الاف الديفايسز، خلاص، دي بنسميها زومبيس او بوتنت ات ا تايم سمالتينيسلي في نفس الوقت، بحيث ان هو يصعب على الفيكتيم او يصعب على التارجت، تمام، ان هو يتعامل مع كميه الترافيك اللي جايه له من ملايين الديفايسز دي. AWS Config. Config وبالتالي ما زال فيه Continuous Monitoring وAssessment، بس على الايه؟ على الConfiguration، تمام؟ وبالتالي الـ Service دي
عندها القدرة ان هي تفيو من خلالها الكرنت هيستوريك كونفيجريشن للريسورسز، وبتستخدم الانفورميشن دي ان هي تترابل شوت اي اوتج بيحصل، وبالتالي تقدر من خلالها تبعت نوتيفيكيشن لو فيه اي تشينج على مستوى الكونفيجريشن تم تمام، وبالتالي تبقى اوير باي تغيير في الكونفيجريشن بيحصل تمام. وطبعا عندها القدره ان هي تنتجريت مع الاذر اي دبليو اس سيرفيسز، بحيث ان حضرتك تقدر تريميديت اي ايشوز عندك في النتورك. Evaluating EWS config rules، علشان حضرتك تتخيل معايا لو على سبيل المثال عندك باكيت configured على امازون اس 3 تمام، وحصلت اي تشينج على سبيل المثال مثلا تم تغيير الباكيت ده بقى مثلا public access ولا حاجه، ال EWS config automatically هتبدا تيفالويت التشينج، وتقدر حضرتك تشوف التشينج اللي تم ده على كل الـ 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 الواجهات دي، تقدر تشوفه على المانجمنت كونسول من خلال الـ EWS Systems Manager، من خلال الـ SNS، من خلال الـ SA3 نفسه، وبالتالي يكون عندك معلومية بالـ Change اللي تم. EWS Services that support resolution and recovery phase، طبعا عندي services بتسبورت بقى الفيز التانية من الـ Incident Response، متمثلة في EWS System Manager، طبعا الفيز الثانية اللي هي Resolution و Recovery يا جماعة، الـ Service دي متمثلة في Systems Manager EWS Cloud Formation. عندي كمان الـ Event Driven Response، ده عبارة عن Computer Program that is written بحيث ان هو يرسبوند للـ Actions Generated by the User أو System، واضح جدا من اسمه Event Driven Response. عندي طبعا الـ Simple Notification Service أو الـ SNS، الـ Step Function، وكمان الـ Lambda. الـ AWS Systems Manager دي Service بتدي لحضرتك Visibility وكنترول على الانفراستراكشر الخاصه بحضرتك على الاي دبليو اس، على الريسورسز اللي انت عامل لها ديبلويمنت على الاي دبليو اس تمام، وبالتالي تقدر يبقى عندك يونيفايد انترفيس من خلاله تشوف كل الاوبريشنال داتا من اكتر من اي دبليو اس سيرفيس، وبالتالي ببساطه جدا تقدر حضرتك تجروب الريسورسز دي باي ابلكيشن او كوردنج على حسب انت هتعمل لهم كاتيجرايزيشن اور جروبنج باي ايه تمام، وبالتالي تقدر تشوف ببساطه جدا الاوبريشنال داتا، وبالتالي تقدر تعمل مونيتورنج وترابور شوتنج لكل الترافيك الخاصه بالسيرفيسز دي او كل الريسورسز اللي حضرتك عامل لها ديبلويمنت على الكلاود. وبالتالي الاي دبليو اس سيستمز مانجر بتساعدك ان انت تكيب يور انستنس ان ذير ديفايند ستيت، وتقدر كمان تعمل اون ديماند تشينجز زي ما انت عاوز، زي مثلا على سبيل المثال تقدر تابديت الابلكيشن او تران شيل سكريبت على حسب طبعا انت هتران فين او هتابديت انه ابلكيشن بالظبط. اي دبليو اس كلاود فورميشن، لو تفتكر بقى انفراستراكشر از كود دي بتساعد حضرتك انك تموديل وتسيت اب الاي دبليو اس ريسورسز اللي المفروض بتاخد وقت كبير، تقدر طبعا تعمل الكلام ده في وقت قصير جدا، وبالتالي بتمكنك كمان ان انت يكون عندك القدره انك تكريت تمبلت تمام، وتبدا تران بقى التمبلت دي. التمبلت دي بتديسكرايب فيها كل الاي دبليو اس ريسورسز اللي حضرتك عاوزها تمام، بمجرد ما تشغل التمبلت خلاص كل الريسورسز ديبلويد. تقدر كمان تريكريت ستيجنج انفايرمنت انسايد ان ايزوليتد او فرنزيك او في بي سي زي ما حضرتك عايز. امازون سيمبل نوتيفيكيشن سيرفيس اور امازون اس ان اس، دي يا جماعة ببساطة جدا عبارة عن Event Driven Web Service، واضح جدا من اسمها Simple Notification Service، وبالتالي عندها القدرة
ان تنوتيفاي حضرتك في حاجه بتحصل في الكلاود، تمام؟ وبالتالي بتبروفايدز الابيليتي فور ابلكيشن والاند يوزر والديفايسز تو انستنت سند اند ريسيف نوتيفيكيشن من الكلاود. استقبل انا نوتيفيكيشن من الكلاود، انا اللي هو مين؟ انا اللي هو وارد يكون يوزر، انا اللي هو وارد ان يكون ديفايس، انا اللي هو وارد يكون ابلكيشن. AWS step functions service دي تقدر تقول ببساطة جدا هي عبارة عن visual workflow service، تمام؟ اللي المفروض الديفلوبرز بيستخدمها علشان يبيلد ديستريبيوتد ابلكيشن ويأوتوميت كمان الاي تي والبيزنس بروسيس بسهولة. وبالتالي الستيب فانكشن هتمكن الديفلوبرز ان هو يعمل ايفنت دريفن ورك فلو، بحيث ان هو بقى يمانج اي فيلر بيحصل، اي ريترايز بتتم، اي باراليزيشن حضرتك عاوز تعمله، اي سيرفيس انتجريشن حضرتك عاوز تعمله، تقدر برضو ببساطه جدا من خلال الستيب فانكشن تعمل الـ 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 الكلام ده. وبالتالي بيقول لي لما حضرتك when an enterprise experience abnormalities الستيب فانكشن تقدر تساعدك انك تعمل بزنس لوجيك بحيث ان انت يعني تقدر تديتكت او تقدر يساعدك انك تمانج الابنورماليتيز او الفيليرز ده بسهولة جدا. AWS لامدا هي ببساطة جدا عبارة عن serverless event driven compute service، و اعتقد ان احنا اتكلمنا عليها كتير. دي بتمكن حضرتك انك ترن الكود اون ديماند بدون ما تعمل اي بروفيجننج او اي مانجنج لاي سيرفرز، تمام؟ وزي ما حضراتكم عارفين لامدا فانكشن ار ستيتلس. ادي على سبيل المثال لامدا فانكشن فور انسيدنت ريسبونس. زي ما حضرتك شايف وارد مثلا ان يوزر على سبيل المثال يحاول مثلا سي يستوب اللوجينج ريكويست من على الاكاونت، بحيث ان الكلاود تريل ده ما يعملش ايه. الكلاود تريل ده المفروض حضرتك عارف ان هو بيلوك كل الاكتيفيتيز اللي قام بيها اليوزر ده، تمام؟ طيب خلى اليوزر دخل ووقف اللوجينج ده، بص ايفنت بريدج ايفنت، بص اللامدا فانكشن هتعمل ايه؟ اي دبليو اس لامدا هتريميديت الايشو ان هي تستارت عمليه اللوجنج تاني وتمونيتور بالفعل على كل الاكتيفيتيز، تمام؟ اللي هيعملها اليوزر ده. مش كده وبس، ده كمان اللامدا فانكشن عن طريق الاس ان اس هتنوتيفاي الاناليست او هتنوتيفاي حد تاني يعني ادمنستريتور او اي حاجه ان الاكشن ده تم. Working together for incident response. ده example بسيط جدا ان احنا how to use بقى the step function واللامدا والcloud formation on the SNS بحيث ان احنا نreduce او نremediate compromised instance. فبيقول لك على سبيل المثال مثلا ان عن طريق script او اي third party tool عملت push لان فيه instance ID معينة، تمام؟ دي compromised، وبالتالي اللامدا فانكشن دي بدأت تعمل فيريفاي للانستنس اي دي، تمام؟ ولو بالفعل هي كومبرومايزد بدأت تعمل بقى انيشيت الفولونج ستيب فانكشن ورك فلو. اول حاجه بدأت تريموف الاوتو سكيلينج جروب، بدأت تشيل الانستنس اي دي دي من الاوتو سكيلينج جروب. بعد كده بدأت تعزل الانستنس في سكيورتي يوزنج سكيورتي جروب معينه او في سكيورتي جروب. بعد ما عزلتها بدأت تكرييت forensic environment، تمام؟ ده ببساطة جدا ممكن عن طريق cloud formation template، اوكي، تعمل الموضوع ده ان هي create forensic environment. هتبدأ ترن ال basic forensics tool، تمام؟ هتبدأ تجنريت report، وبالتالي ومن ثم تقدر عن طريق SNS topic، تمام، تبعت ال report ده. ده يعني مثال على الورك فلو اللي بيتم. طبعا ده بيبقى عن طريق زي ما قلنا ممكن يكون configured using the step functions يعني. best practices for handling an incident
زي ما قلنا عندي مجموعة من البيست براكتس ممكن حضرتك تعملها بحيث ان انت تقدر تهندل الانسيدنت بطريقة صحيحة. وده طبعا على سبيل المثال للحصر تايدنتيفاي طبعا الكي بيرسونال والاكسترنال ريسورسز والتولينج اللي حضرتك بتستخدمها، تحاول توتوميت زي ما اشرنا في المحاضرة للكونتينمنت كابابيلتيز. في الحقيقة مش الكونتينمنت، كل الستيجز او كل المراحل او كل الفيزز الخاصة بالانسيدنت ريسبونس لو فيها بعض الاوتوميشنز ده طبعا بيديها يعني اداء افضل واحسن. تقدر طبعا تديفلوب انسيدنت ريسبونس بلان، واشرنا لهذه الخطة في الشرح وقلنا مدى اهميتها. ده مش كده وبس، ده خلي بال حضرتك ان انت ايفن اف لو ما جاش عليك اتاك اول ذا تايم بتبدا تجرب البلان دي، هل بالفعل انت هترسبوند ان تايم ولا هيبقى عندك مشاكل في تنفيذ هذه الخطه. بري بروفيجن اكسس اند تولز، وكمان تحاول اهو ده اللي بنقول عليه ترن الانسيدنت ريسبونس جيم دايز بحيث تشوف مدى تنفيذ الخطه بسلاسه وتنفيذ كل ما جاء في الخطه دي بحيث ان انت تتعامل مع اي ريسبوند ممكن يجي للنتورك بتاعتك او يجي للريسورسز الخاصه بحضرتك على الكلاود. دي كانت نهايه المحاضره. طبعا يعني بشكر حضرتك حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.